يلا سمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدي بالأسئلة الإضافية اللي على المجموعة الثانية اللي هي اسمها يونغ. احنا قلنا المجموعة الثانية اسمها شنو؟ يونغ. هاي المجموعة الثانية، وين ما اشوف كلمة يونغ اذا نشتغل على المجموعة الثانية. لذلك انا حضرت لكم اربع أسئلة إضافية. اول سؤال، عند إضاءة شقي يونغ بضوء اخضر طوله الموجي لمدا يساوي 5 × 10 أس سالب 7 متر. زين، وكان البعد بين الشقين، البعد بين الشقين نسميه ثاني دي يساوي 1 ملي متر، 1 ملي يعني 10 × 3. زين، وبعد الشاشة عن الشقين، بعد الشاشة عن الشقين سميناها L، هنا أربع رموز تحفظن، وهذا هو L يساوي 2 متر. احسب البعد بين مركزي هدبين مضيئين متتاليين، يريد المسافة أو البعد بين باوع. إذا طلب من عندك المسافة بين هدبين متتاليين فمعناه شايد من عندك دلتا واي، يريد من عندك دلتا واي. أنت شغلك هنا كله تحول علما للمتر، واضح؟ توحد الوحدات كلها على المتر، أو كلها على السنتيمتر، أو كلها على المليمتر، أو كلها على أي شيء متر، تمام؟ بس لازم كل المتوحدات، فأسهل شيء كلها نوحدها على اليمن على المتر ونشتغل. زين، الدلتا واي شو يساوي لنا؟ L على D، L على اليمن، إذا بي دلتا شو نحط؟ لمدا، ويساوي لنا. الـ L إيش قد؟ 2 في اللمدا إيش قد؟ 5 × 10 ؛ 7. على دي إيش قد؟ 1 × 10 ؛ 3. يعني 10 ؛ 3 ما يحتاج حتى الواحد يكتبه، صح لو لا؟ زين، هذا راح يصعد فوق، راح يصير هنا عندي دلتا واي تساوي 2 × 5 ؛ 10 × 10 ؛ 7 في 10 ؛ 3، لأن هي كانت سالب صعدت صارت موجب. إذن 10 × 10 ؛ 4، لأن عند الضرب تجمع الأسس، سالب 7 يروح من عدة 3 سالب 4، هاي تروح ويا هاي سالب 3، الصفر يروح سالب 3، راح يصير 1 × 10 ؛ 3 متر، 10 × 3 متر. زين، لهنا خلص الحل. احنا دائما نفضل بيش بالبادئات، بدال 10 × 3 شو اكتب؟ ملي متر. ايه فرضت انه بعد 10 موجب الاس مالتها موجب واحد راسا راح يطلع لك الناتج 10 × 3 واحد. هنا فرضت ايش قد؟ موجب واحد. هسه موجب واحد وموجب اربعه، موجب ثلاثه، موجب اربعه، موجب اربعه وسالب سبعه سالب ثلاثة. سالب ثلاثة بس بدون الواحد. اي عادي، اذا ما عندك شيء كتبت الواحد، ما كتبت الواحد هو عادي ماكو اشكال، تمام؟ هو الواحد ينكتب اذا ما تكتبها معادي ماكو اشكال. زين، في تجربة يونغ للتداخل ينبعث من الشقين ضوء طوله الموجي اللمدا يساوي لنا 550 نانو يعني 10 ؛ 9 متر. وتتكون أهداب التداخل على الشاشة تبعد 25 سنتيمتر عن الشقين، يعني بعد الشاشة عن الشقين 25 سنتيمتر، يعني 25 × 10 ؛ 2 متر، تمام؟ زين، فإذا كان البعد بين هدبين مضيئين متتاليين، شو قال لك؟ قال لك البعد بين من؟ بين هدبين مضيئين متتاليين. البعد بين هدبين متتاليين شو اسمي؟ دلتا واي. دلتا واي يساوي 0.5 ملليمتر، يعني وين يساوي ان 0.5 × 10 ؛ 3 متر. خذ مبالغ صامت. زين، بعد فما هو البعد بين الشقين؟ ايش قد البعد بين الشقين؟ ايش قد الدي؟ مجهول. يلا، الدلتا واي، ما طول عندك دلتا واي، اذا تستخدم قانون منو؟ دلتا واي يساوي ان ال على دي في شنو؟ في لمدا. اذا اكو دلتا فش تحط؟ لمدا. انت ايش رايد؟ الدي. اذا هذا يصعد هذا ينزل،
شو راح يصير؟ دي يساوي لنا ال لامدا على دلتا واي ويساوي لنا ال ايش قد؟ ال ايش قد؟ 25 في 10 والسالب 2 في لامدا ايش قد؟ اللامدا 550 في 10 والسالب 9 على الدلتا واي ايش قد؟ 0.5 في 10 والسالب 3. هسه راح نجي نصفيها وطلع الدي البعد بين الشقين. الدي يساوي هنا عندك 25 في 10 والسالب 2 ما عندي اشكال وياها. هذا الصفر يروح ويا السالب 9 شو تصير؟ سالب 8 يعني 55 في 10 والسالب 8. هذا البوينت ينحط هنا راح يصير 5 في 10 والسالب 4 تمام؟ لان انا مو سالب 1 وسالب 3 سالب 4 عندك اختصار اي عندي هاي بها 1 هاي بها ايش قد؟ 5 راح شو يصير؟ هذا يصعد لي فوق راح شو يصير عندك؟ ايش بقى عندك؟ بقى عندك 5 في 10 والسالب 2 في 55 في 10 والسالب 8 في 10 اس موجب 4 لان هو كان سالب صعدت لي فوق صار موجب. دي يساوي 5 في 5 25 5 في 5 25 زائد 2 27. هسه ركز وياها شويه سالب 2 وسالب 8 سالب 10 سالب 10 يروح من عندها 4 سالب 6 في 10 والسالب 6 متر. كل الوحدات بالمتر كلها بعد وطول فكل الوحدات بالمتر. زين احنا نفضل بيش بالبادئات صح؟ فبدال هذا شو نحط؟ مايكرو متر. هذني اول سؤالين. نبلش بالسؤال الثالث. شقان البعد بينهما البعد بين الشقين دي صح؟ الدي ايش قد؟ 0.03 يساوي انه 0.03 ملي متر. يعني 0.0 ملي ايش قد؟ 3 حروف يعني 10 سالب 3 متر. او ايش تكتبها؟ 3 في 10 سالب 5 متر عادي. هنا انا مو عندك بوينتات 2 يعني سالب 2 وسالب 3 سالب 5. زين سقط عليهما ضوء احاد الطول الموجي فتكونت صورة للهدب الخامس على بعد 14 سنتيمتر عن الهدب المركزي المضيء. باو بس ركزوا وياي. فتكون الصورة للهدب الخامس. يا هدب الخامس وش بيه قال لي؟ مضيء المضيء تمام؟ بعد باو انتبه لي. بعد باو بعد الهدب الخامس عن الهدب المركزي. بعد الهدب الخامس على اليمن عن الهدب المركزي. بعد اي هدب عن الهدب المركزي شو اسميه؟ واي ام. واي ام يساوي 14 سنتيمتر. حولت السنتيمتر ضربته في 10 سالب 2. فاذا كان بعد الشاشه عن الشقين. بعد شنو؟ الشاشه عن الشقين. منو؟ ال. بعد الشاشه عن الشقين شو رمز له؟ ال 2 متر. احسب طول موجه الضوء لامدا. هسه انت عندك واي ام لو دلتا واي؟ واي ام. اذا واي ام هذا قانونك ال على دي في دلتا ال. ال على دي الواي ام يساوي لنا ال على اليمن على دي في دلتا واي دلتا ال العفو. اذا يؤدي الى الواي ام تساوي لنا بدال الدلتا ال ايش راح نكتب؟ ام في لمدا. ليش؟ للمضيء. انت هسه تريد اللمدا شو يسوي؟ وسطين بطرفين. شو يسوي؟ وسطين بطرفين. ال ام لمدا يساوي واي ام في دي وسطين بطرفين. انت ايش رايد؟ لمدا. اذا اللمدا تساوي لنا واي ام في شنو؟ في دي على ال في ام. هسه تروح تعوض الواي ام ايش قد؟ الواي ام ايش قد؟ 14 في 10 والسالب 2 في الدي ايش قد؟ في 10 والسالب 5 على ال ايش قد؟ ال
اثنين في الام ايش قد؟ خمسة. واضح؟ اذا ايش راح يصير عندك؟ بس انتبه لي، راح يصير عندك هنا 3 في 14، 3 في 4 12، 2 باليد 1 تمام؟ 3 3 في 1 3 زائد 1 4 على هنا ايش قد؟ في 10 اس سالب 7، في 10 اس سالب 7 على ايش قد؟ على 10. من يصعد شو يصير؟ هو كان موجب واحد، من يصعد شو يصير؟ سالب واحد. اذا لمدا يساوي لنا 42 في 10 اس سالب 8 متر. تمام؟ ليش؟ لان سالب 7 صعد سالب واحد، صار سالب 7 وسالب واحد سالب 8. شنو الوحدات؟ متر. انتهى الحل. واحد شو يقول؟ يقول اذا اريد اختصر هاي الاثنين وين 14 عادي عادي اختصرها وقسم ونفس الشيء، نفس النواتج تطلع لك. اكو اشكال؟ زين هسه هنا نسوي 420 420 زي اصل نانو او ترجعها بوينتات 2 او بوينت 42 يصير مايكرو. زين او تعوفه هيك عادي. يلا في تجربه يونغ كان البعد بين الشقين ال العفو الدي يساوي البعد بين الشقين 0.35 ملي، 0.5 ملي يعني 10 أس سالب 3 متر، ويساوي 35 في 10 أس سالب 5 متر. ليش؟ لأن سالب 2 وسالب 3 سالب 5. وبعد الشاشة عن الشقين ال L مو صح؟ يساوي 3 متر. بعد الشاشة عن شنو؟ عن الشقين. بعد الشاشة عن الشقين شرمز له L، والمسافة الفاصلة بين الهدب المتماثلة، ركز وياي، والمسافة الفاصلة بين الأهداب المتماثلة المتتالية. باوع من يقول لك هدب أو هدبين متتاليين أو هدب متتالية يعني معناها منو؟ منو معناها؟ دلتا واي. إذا الدلتا واي شو يساوي لنا؟ 4.5 ملي متر، 4.5 ملي يعني 10 أس سالب 3 متر. احسب، ركز وياي، احسب طول موجة الضوء المستخدم، يريد لمدة من عندك. زين كم تصبح هاي؟ كم تصبح هاي؟ بعدين عود هذا مطلب ثاني، بعدين نرجع له. هسه خلينا نحل هذا السؤال بعدين نرجع المطلب الثاني. يلا ركز وياي شوي. ايش رايك؟ ايش رايك من عندك؟ لمدة شنو اعطيك؟ دلتا واي. اذا دلتا واي يساوي ان ال على دي في لمدا، صح؟ انت ايش رايد؟ لمدا وسطين طرفين. اذا هو يؤدي الى ال دي في واحد ال لمدا العفو يساوي ان دلتا واي في دي، دلتا واي في دي. انت ايش رايد؟ لمدا. اذا لمدا يساوي ان دلتا واي في دي على يمن على ال. اذا هو يساوي 4 الدلتا واي ايش قد؟ 4 ونص في 10 أس سالب 3 في الدي ايش قد؟ الدي 35 في 10 أس سالب 5 على ال ايش قد؟ 3. هسه تقعد تحول البوينتات المن الى اسس. يلا لمدا يساوي لنا هنا 10 أس سالب 1 وسالب 3 ايش راح يصير؟ سالب 4 صح لو لا؟ نامو سالب 1 وسالب 3 سالب 4 في 35 في 10 أس سالب 5 على يمن على دي اللي هو الال العفو 3. اكو اختصار اي اكو اختصار على 3 بها 1 على 3 بها ايش قد؟ 15. ايش بقى عندك هنا؟ بس انتبه لي ايش بقى عندك؟ 15 في 35 في 10 أس سالب 9 صح؟ ليش؟ لان سالب 4 وسالب 5 سالب 9 ويساوي 15. 35 في 15 5 في 5 25 5 في 3 15 15 زائد 3 18 راح ننزل صفر. 1 في 35 35 هاي يصير 5 هاي يصير 13 هاي يصير 5. إذن 5 3 5 في 10 أس سالب 9 او ال10 أس سالب 9 شنو نكتبها؟ نانو متر.
بدال العشرة والسالب 19 كتبت نانومتر. زين هسه هذا المطلب الأول. زين نجي هسه بعد المطلب الثاني شو يقول؟ يقول كم تصبح المسافة بين الهدب المتماثلة المتتالية؟ شو يريد من عندك؟ هنا أنا يريد هو يريد شنو؟ الدلتا واي. شو وقت؟ إذا كان طول موجة الضوء اللمدا تساوي لنا 625 نانو 10 سالب 9 متر. باوع بالمطلب الأول شو ناطيك؟ دلتا واي. شو يريد؟ لمدا. بالمطلب الثاني ناطيك لمدا. شو يريد؟ دلتا واي. يعني بالعكس. تمام؟ هسه أنت تجي على اليمن على دلتا واي. دلتا واي يساوي لنا ال على دي في لمدا، صح؟ إذا بيها دلتا فما أحط لها دلتا، شو أحط لها؟ لمدا. ال إيش قد؟ ال ال 3 زين في اللمدا إيش قد؟ راح تقول لي 625 في 10 سالب 9. على دي إيش قد؟ الدي راح تقول لي 35 في 10 سالب 5. مو لو لا؟ زين هسه أقول لك أكو اختصار، تقول لي أكو اختصار، يقول لي ما طول هنا أنا. هنا 35 625 على 5 صح؟ ياتي تقبل القسمة على اليمن، ما طول تقبل القسمة على 5 فأكو اختصار، فدائما تبي على اليمن على الاختصار، على 5 بها 7، على 5 ها بها 1 والباقي 1، ها راح أصير بها 2 والباقي 2، ها راح أصير بها 5. تمام؟ 25 كم 5؟ 25 كم 5؟ 5. شنو اللي بقى؟ دلتا واي يساوي لنا 603 في 125، 3 في 125 و 125 250 و 125 375 صح؟ في 10 سالب 9 على ايش قد؟ على 7 في 10 سالب 5. هسه هاي سالب 5 من 9 شو تصير؟ موجب 5 صح؟ 375 على 7 في 10 أس سالب 9 في 10 أس موجب 5. إذن وين يساوي لنا 375 على 7؟ تروح تقسمها 375 تقسيم 7. زين شو تقول؟ 3 إش كم 7 ما بيها؟ 37 إش كم 7 بيها؟ 5. 5 في 7 35، إش قد الباقي؟ 2. راح شو تنزل هسه؟ الخمسة. 25 إش كم 7 بيها؟ 3. 3 في 7 21، ايش قد الباقي؟ 4. 4 ايش كم 7 ما بيها؟ صعد بوج شو تنزل؟ 0. 40 ايش كم 7 بيها؟ 5. 5 في 7 35، ايش قد الباقي؟ 5. 5 ايش كم 7 ما بيها؟ اخذ 0 هدية، كل خانة لك 0 هدية. 50 ايش كم 7 بيها؟ 9، لان العفو بيها 7، لان 7 في 7 9 40. تمام؟ رقمين كلش كافيات، اللي هن ايش قد؟ 53.57 في 10 سالب 4. لون خطأان صح لو خطأ؟ صح؟ اذا 10 سالب 4 شنو؟ متر. خلاص مسائل المجموعة الثانية يونغ.